السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم متابعين هاي 3 أيام أصور معنا سلمى بس أوكي لأنها اشترت فيها. أوكي طبعا متابعين راح يكون عيد الأضحى. أوكي بكرة يا متابعين طبعا راح ثلاثة راح نحط نصر ربيع فيها بالمكان. أوكي راح أسكر عيني وأنتم راح تشوفون أول واحد ببدأ. لا اشتركوا بالقناة 3 2 1 ليتس جو. بسكر عيني أبدأ. لا أبدأ. لا قول والله ما تغش ما تحط وراك ولا شيء. أبدأ. يعني انك تشوف. اوكي ليتس جو. قول والله ما تشوف. ما شفت؟ ليتس جو. ابدا. لا وش راح يقرا ما قرق لي العمي عندك. واو خلاص خلاص قري هذا قري والله خسر ذي. يلا دارك اخر مره 1-0. يلا 3 2 1 نعمتي امسك التليفون وسوي كذا وصور هذولا وصورني لكن وقف 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 الفيديو طبعا يوم تبيت والفلوس ما يعرف. يلا يلا بشير ابدا. ما دخلني قول وقف الفيديو ما ابي. طبعا يا متابعين المكان اللي شكيت فيه هو كان هذا الصراحة. وبعدين لما وقفنا الفيديو سألت صديقي قال لي اوك صح لا قال لي غلط بس والله ما انا داري اكتب لي اني ما اشك فيه يعني ما انا داري هو داخل ولا يا اخي. لكن فزت عليه متابعين و2 يعني فزت عليه 1-0.